المدلول حلو انا متى نايم، المدلول حلو انا متى سلحي معيونه ناس القذليته، سلحي معيونه وناس القذليته نايم المدلول بس يا مر امر نايم المدلول بس يا مر امر هاي عون وياه يا من قضى العمر هاي عون وياه يا من قضى العمر فد يوم راح مر على القبر فد يوم راح مر على القبر شلب تابوت وراح نشعيته الله 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 حزين ما اقدر اكمل لا 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 هي التربيه طبعا هوايه الحقيقه يعني شنو تذكر انا احس فتره يمكن الحرب غنيها في 11 مره كذا بحياتي يعني لانه اي والله انا احس فتره الحرب الايرانيه هوايه مأثره بيك يعني صنعت شخصيتك كانه والله هي مو بس صنعت العسكريه بصوره عامه كعراقي اعطتني الصبر زائد انه موتت قلبك؟ لا لا بالعكس الصبر يختلف وكظم الغيظ ايضا يختلف هذه نعمه من الله سبحانه وتعالى اما القلب اذا مات تحجر يعني صير قاسي في كل الامور صحيح لا بالعكس اعطتني الرأفه انت لما تكون دائما متألم صبور على انه اروح وين؟ للجبهه وين؟ الأمام وين؟ الموت طبعاً يعني أنت تروح لهناك وتموت تتصالح ويا الموت رايح أنت مش منتظر من تجيب الإجازة إي نعم هذا الأجل حي يعني ترجع إنسان بالضبط طيب. إي فهذه المشكلة أنه الصبر أو التوقع يعني 6 سنوات إحنا بالمواضع حافرين والمواضع هذه أكو صمون مال الجيش مش يوقع كذا فتجي الجلادية إحنا نامين ما ندري يعني صاروا أصدقائنا طلعت تتوخر على بشرك تتوخر اخذ وجدنا